أنا عندي 4 أولاد و3 بنات. في الليل الأولاد بقوموا مرعوبين، بنصدموا عن الأكل كمان، حالة نفسية يعني مدمرة بالنسبة للأطفال. عدة مرات يرحلونا من البيوت، يخلونا من البيوت بحجة مناورات. من الصبح بدري بيجوا، من الساعة بيجوا تقريباً على الساعة 5 بيجبروك والأولاد نايمين، بيطلعوا الأولاد الصغار من الفراش وهم نايمين، حتى هم ما يكونوا صحيين 100% بيقيموهم بالقوة إجباري، بطلعوهم برا البيوت وبقولوا هذه منطقة بدها تصير منطقة عسكرية. يطلعونا في العراء في عز الشمس في عز الظهر الساعة 12، رغم إنها الأرض زراعية بيخلوها تصير خرابات للمناورات، هي رغم إنها في عندهم مناطق صحراوية، عندهم مناطق خالية من السكان إنهم يتدربوا فيها، لكن بقصدوا إنهم يتدربوا في المناطق اللي فيها المواطنين حتى يقوموا في تهجيرهم وترحيلهم من المنطقة. شوف إحنا في منطقة حمصة اللي هي كانت مهولة بالسكان، من الضغوطات اللي صارت على السكان أغلبها رحلت، ما في حياة اطمئنان اللي مثلا تكون حياة زيها زي باقي الأطفال اليهود، بدنا نقول المستوطنات اللي حوالينا ما بيجوا يناوروا حواليها، ما بيجوا على الطفل اليهودي يقولوا له قوم من فراشك الساعة 5 والساعة 4 في الليل، لا ما بيقولوا له هيك. هذاك بيقدموا له حبة شيبس بيقولوا له تفضل هاي حبة شيبس، ما بيقولوا لا ابن خذ حبة شيبس، بيقول لا ابن خذ حبة شيبس هنا. هذا اللي بصير عندنا احنا وعند أطفالنا هذا.